النادي الاهلي من الصعب تبقى في حافله النادي الاهلي، ولكن شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا كابتن الفريق الاول كابتن احمد فتحي نجم من نجوم النادي الاهلي، مليون مبروك يا نجم مصر، ولازم تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي بعد التتويج النهارده باللقب رقم 41. خد نجيب وبعد كده ارجع له. اخد نجيب، مش اخد نجيب الاول، مش هيجرى حاجه. كابتن نجيب سيرد باك الاهلي، مش اي حد، مليون مبروك النهارده فوزك بطولة دوري رقم 41 في تاريخك، يعني حاجة مشرفة، ونادي الأهلي دايما غير، دايما النادي الأهلي فوق الجميع. طبعا الحمد لله النهارده ببارك للناس كلها، الناس كلها تعبت من أول السنة، الدوري كان صعب السنة دي، قابلتنا صعوبات كتير، بس الحمد لله ربنا كرمنا وكلل مجهودنا ووفقنا إن احنا خدنا الدوري الحمد لله. فوزوا بالبطولة النهارده؟ طبعا الحمد لله، كلنا ثقة في اللعيبة واللعيبة عملت اللي عليها وكانوا رجالة النهارده. خلاص بقى كابتن نجيب، هو رمضان هم اللي قالوا النهارده انت اللي هتجيب اجوان وان شاء الله هتكسبنا. كل مره الاثنين دول رمضان ونجيب، عامل مصر وعامل الدنيا كلها كابتن نجيب. شوف مثل اعلى كابتن نجيب. طبعا بطوله غاليه. طبعا بطوله غاليه وهي غاليه عشان البطوله السنه كانت صعبه جدا، طبعا كان في منافسه من فرق كتير جدا، بس الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا البطوله الحمد لله. كابتن هشام محمد العائله، عائل وسط الملعب.